قال عليه الصلاة والسلام: إن خير أيامكم 13 و19 و17 و21، وما مررت بأحد بملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة يا محمد. فقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجامة، وأوصى بها في هذه الأيام، لأنها تكون بعد ركودة شتوية دامت لمدة 3 أشهر، فيكون الجسم قد خزن معظم خلايا الهرمية الميتة في هذه المنطقة، أي بين لوحي الكتف. فنقوم نحن بعزل لهذه المنطقة وشفطها في كاسات بتفريغ الهواء ثم سحب الدم، وتقوم الحجامة بعملية تنشيط وإعادة هيكلة للدورة الدموية، فتقوم بسحب الخلايا الهرمية الميتة من هذه المنطقة ونزعها إلى الخارج، فتنشط الدورة الدموية، كما تقي من بعض الأمراض مثل السرطان في الجسم المؤهل للإصابة بخلايا سرطانية، حيث تقوم الحجامة بتحفيز الكبد على إفراز خلايا يطرحها في الدورة الدموية من أجل قتل البؤر السرطانية المنتشرة في الجسم.